السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. زي ما تقول الحنفية، من امبارح كنت عامل فيديو سميته حنفية التسريبات بعد تسريب ولاد مرتضى منصور أحمد وأمير وتسريب مدحت العدل أو جمال العدل وكلامهم عن أيمن يونس في تسريب، لكن على ما يبدو إن هو قديم، المحادثة قديمة شوية من هاني زادة وأحد الأشخاص يدعى عادل. طبعا إحنا بنتكلم على أساس إن هذه الفيديوهات حقيقية مش مفبركة، وجهات التحقيق والمختصين أو من ذكر أسمائهم في هذا التسريب من حقهم يتوجهوا ببلاغ علشان يعرفوا صدق هذه التسريبات والتجاوزات اللي حصلت. هاني زاده في الفيديو ده تاني بنتكلم على اساس لو الفيديو ده حقيقي مش مفبرك، يعني هاني زاده بيتكلم عن مرتضى منصور وبيشتم مرتضى منصور بألفاظ بلاس 18، يعني زي ما بيقولوا تسريبات فاضحه. يعني الواحد بيتكلم واحد اسمه عادل بيقول له بعد ما رجعتني في كان واحد قاعد فوق فبلغني قال لي انه بيقول عليا انه معرض هاني زاده، فراح شاتم مرتضى منصور هاني زاده قال لك ما هو ابن كذا، شتم ام مرتضى منصور بيشتم اي حد في غيابه لكن قدامي ما يقدر بديله واقول له مش عارف ايه، وشطف شتمه لفظ. التسريبات دي اكيد حضراتكم سمعتوا التسريب بتاع هاني زاده، يعني التسريبات اللي بتحصل دي ايه الهدف منها؟ وفجأة كده في اسبوع طب هاني زاده ايه علاقته بالفيوتشر عشان يطلع له القصة؟ انا حاسس ان في حاجة هتحصل خلال الايام اللي جاية، يعني انا حاسس ان دي تمهيد لحاجات هتحصل بعيدا عن كرة القدم. ما اعرفش بقى، عندي احساس كده ان التسريبات دي نوع من انواع تشتيت الناس او نشغل الناس او نلهي الناس انه لهم بص العصر. دايما انا هننتظر وهنشوف، يعني اتمنى ان يكون احساسي غلط، يعني اتمنى ان يكون احساسي وتقييمي للموضوع مش صحيح ويكون بشكل خاطئ. يعني ايضا برضو عايز اتكلم عن موضوع التسريب او تصوير طارق حامد في مخالفه مروريه ويتم بس هذا التسريب، مين حق من ده؟ النهارده قريت خبر ان وزاره النقل بتمنع تصوير المنشات والقطارات في اماكن الهيئه، يعني بنمنع تصوير حديد، بنمنع تصوير حيطان، فما بالكم بقى هل البشر المستباح اللي في خدمته الحيطان والحديد وكل حاجة في الكون في خدمة البشر؟ بخاف على الحديد والبشر وأقول له ما تصورش واجي عند البشر أصوره. طارق حامد عنده مخالفة، راكب عربية حاطط إزاز حاطط لازق فميع على الإزاز، فتعمل له مخالفة إيه؟ ولا هو أول واحد يتعمل له مخالفة ولا آخر واحد يحط، ولا أول واحد يحط فميه ولا آخر واحد، ليه أصوره وأطلعه على السوشيال ميديا وناس تتجاوز في حق طارق حامد وأصل هو وأصل يعني وليه؟ ليه لواحد وقف في بتاع مرور كمين مرور ولا بيسموه ايه، وقف ونزل عامل شك مخالفه نزل، ليه يتصور؟ ليه تصوروه؟ ليه الضابط ولا الامن اللي واقفين يصوروا طارق حامد وينزل الفيديو على السوشيال ميديا؟ ايه الازمه ان واحد، ما هو طارق حامد ايه مش بشر زينا، بيلزق على عربيته بيكسر شاره بيعمل الظروف، ايه القصه؟ لو ارتكب جريمه مخله بالشرف ولا ضرب حد ولا اعتدى حد كنا انا واحد من كنت قطعته نقد، يعني لو هو في انما ايه المشكله؟ اشاره غلط ولكن الافات كل يوم بيرتكبوا هذا الغلط، يعني بيبقى لظروف مختلفه، يعني ايه الداعي ان انا اصوره؟ يعني مش حاجه مش لطيفه بصراحه. بقينا في عالم ربنا يعدينا منه على الخير، اقسم بالله الواحد بيدعي ربنا ليل ونهار يسترها من معاه ويعدينا من هذه الحياه وسط البشر اللي موجودين حاليا والعقليات اللي موجوده حاليا بقت صعبه جدا جدا جدا، يعني ربنا يستر علينا ويعافينا. الكاف بلغ الهلال السوداني انه مباراه النادي الاهلي والهلال اللي هتكون يوم الجمعه على استاد الجوهره هيكون بدون جمهور. قلت لحضراتكم ان هو خدوا موافقات الاجهزه الامنيه ووزاره الصحه على حضور 25، كان في كلام على ان الكاف هيوافق 15 فقط، لكن الهلال السوداني قال لك اتفاجئنا بان خطاب وصل من الكاف خطاب رسمي بيمنع حضور جماهيري في مباراه النادي الاهلي اللي هتكون يوم الجمعه. يعني قال لك برضو هشام الصباط رئيس نادي
الهلال السوداني، متحدث باسم نادي الهلال السوداني، قال لك الاداره هتجتمع خلاص النهارده الخميس، يعني قال لك هيجتمع النهارده اداره نادي الهلال عشان يتخذوا بعض القرارات لحفظ هيبه النادي ردا على منع الجماهير من حضور مباراه النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. اولا ده انا شايفه بسبب بشوف التهور بعض الناس، يعني ممكن بعد التصريحات في التوقيت ده تطلع بشكل خاطئ او يتم سوء فهمها، لان بعض المواقع حاليا ومنتميه للمنافس بالمناسبه بدات تتكلم على ان الهلال السوداني بيتهم النادي الاهلي وبيتهم مصر بالمؤامره على نادي الهلال السوداني ومنع الجمهور ومنع، فنبدا تاني نعيش نفس اللغه اللي احنا عشناها من سنتين مع الهلال، وشفنا المشاهد السيئه جدا لما الامن نزل حاوط اللعيبه والحكم في المباراه، لما لعيبه النادي الاهلي دخلت وكان الامن المركزي بيغطيهم داخل الاستراحه او على الدكه اللعيبه، وزق الكراسي والطوب والزجاجات المياه من جمهور الهلال، لسه الموضوع ما عداش عليه سنتين، انت هشام السلاط او نادي الهلال تطلع تتكلم بالطريقه دي تهيج الجمهور وتقول حفظ النادي، ده لسه الموضوع ما عادش عليه سنتين يعني، فانا لازم احافظ على لعيبتي، ثم مع احترامنا ليك السودان حاليا فيها ثوره، فيها انتفاضات، فيها زي ما بيسموها حضراتكم يعني، اي سموها كيفما تشاءوا يعني، الامن في اخاف على لعيبه النادي الاهلي، وضع طبيعي، ثم ثاني وثالث وعاشر ده رؤيه الكاف، ليه تدخل مثلا بعض الناس المواقع يقول لك مصر ومؤامره على الهلال، ليه الناس تعيد نفس اللغه ونفس اللهجه اللي خلقت نوع من انواع التعصب في الفترات الاخيره يعني. هننتظر رد بعض الناس يقول لك الهلال هينسحب، لا الهلال مش هينسحب، والهلال لا يجرؤ انه ينسحب، ها؟ انا بقول لك مش هينسحب، لكن هو بياخد بعض القرارات كده او يتحفظ، مش مفيش اي حاجه، مفيش حاجه هتحصل يعني. مع احترامنا ليهم، نتمنى الهدوء، نتمنى الهدوء، نتمنى الهدوء ثاني وثالث وعاشر. عصام عبد الفتاح تم تعيينه طبعا، عازب حجاج ووجيه احمد طارو من قال يعني هم دول اللي كانوا مش... طبعا دول مشكله، لكن المشكله الرئيسيه، المشكله الرئيسيه كمان في عصام عبد الفتاح و50 50 واوباما ضرب جزاء وحب عليك وحب عليا، الكلام ده ما ياكلش. عصام عبد الفتاح رئيس لجنه حكام هو اللي موجود يعني، موجود احمد مجاهد، جابنا جمال علام مع خالد الدرندلي مع حازم امام مع بركات مع كل كليله، ومع ذلك هو عصام عبد الفتاح بعد ما قال لك طمعونا، قال لك ممكن يبقى في خبير اجنبي يجي يتولى رئاسه الحكام، لكن جابوا تاني عصام عبد الفتاح، قال لك هستعين ببعض الاسماء القادره على تقديم الافضل للتحكيم المصري، مش بس كده، قال لك كمان ما حدش اتكلم معانا في موضوع الحكام الاجانب لمباريات الاهلي والزمالك غير مطروحه، النادي الاهلي مطلع بيان يا سيدي، ايه المطلوب بعد حكم الاحتواء؟ تاني قال لك لا ومفيش فكره او تخطيط على ان احنا نرجع تاني للوراء ونجيب حكام، لا يا سيدي هتجيب مع احترامنا هتجيب غصب عنكم، انا مش بمزاج، مش مجيب لي حكم تحتنا، انا عايز حكم اجانب، هننتظر ونشوف وقتها ربنا يحلها يعني. محمد ابو جبل بعد التصريحات الاخيره بخصوص انتقاله للدوري السعودي وكلام احد الوكلاء ويدعى سيد مرعي بخصوص ان عنده عروض عارضين من خارج مصر لكن رغبته ان يكمل في نادي الزمالك، محمد ابو جبل قال من صفحه خلال صفحته على انستجرام لا يوجد لي اي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفى ابو جبل فقط، وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم، ولم اتواصل مع اي وكيل مصري. ده كلام محمد ابو جبل. خالد الدرندلي من خلال المؤتمر الصحفي العقد مع شركه فاليو للتسويق عضويات النادي الاهلي، خالد مرتجي امين الصندوق بالنادي الاهلي اتكلم وتمنى تحقيق الفريق الانطلاقه جيده في بدايه مشواره ومنافسات دور المجموعات دوري الابطال واثناء لقائه مع نادي الهلال، وقال خالد مرتجي خلال البرنامج لقاء ببرنامج مذاع تلفزيوني قال جمهور النادي الاهلي وطموحه كتير واحنا ايضا طموحنا كتير، والاهلي اتولد علشان يكون رقم واحد دائما، واجهنا صعوبات لعدم تواجد لاعبين في كاس العالم للانديه، وقال نامل ان نوفق في بدايه مشوارنا يوم الجمعه ان شاء الله. ايضا بالنسبه للاخبار الخاصه احمد عيد، كنت اتكلمت مع حضراتكم فاكرين الفيديو اللي انا كنت عملته عن عبد الواحد السيد لما طلع وهاجم عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك، لما طلع وهاجم اداره فيوتشر لما وافقوا على عوده محمد عبد المنعم، وقتها قلت اما الزمالك رجع له اللاعب احمد عيد لكن الرجوع بتاعه غير قانوني، خبراء بداوا يتكلموا دلوقتي عن عوده احمد الباك اليمين لنادي الزمالك، كان معرض لطلع الجيش وراح نادي الاسماعيلي واتخانق مع شكري نجيب لو تفتكروا، فرجع تاني نادي الزمالك، قلت العوده بتاعته مش قانونيه، هو غير
اللاعب محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم يرجع من الإعارة لأن النادي الأهلي مش موقوف، لكن أحمد عيد لازم يستنى ده اللائحة بتقول كده، يستنى لنهاية عقد الإعارة علشان الزمالك يقدر يأيده ويلعب في نادي الزمالك، لأن الزمالك موقوف قيد. وده فعلا اللي حصل، الزمالك بيحاول يسوق اللاعب، يدور عنه لأي نادي في أحد الدوريات اللي لسه باب القيد مفتوح فيها. يعني بيتسو موسيماني اتكلم عن لقاء صن داونز وقال في إذاعة نيوز 24 لجنوب أفريقيا: أنا عارف مين اللي كان ورا تحريض الجماهير بالسب عليا في جنوب أفريقيا لما رحنا نلعب صن داونز مع النادي الأهلي، وأنا قعدت في النادي 8 سنوات. دول مش جمهور صن داونز الحقيقي، ده أحد الأشخاص هو اللي اتفق معاهم علشان لسه. أنا قعدت 8 سنين وعملت كل حاجة لهذا النادي، وهل أنا ما قدمش؟ أنا قدمت ولو حتى جزء بسيط مع نادي صن داونز. بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الاهلي جوزيه بيسيرو قال ان غلطه عمره انه ترك النادي الاهلي، لكن كان في ضغوطات من نادي بورتو للرحيل ورحل، لكن قال لك لو رجع بالزمن مره اخرى لن يرحل عن النادي الاهلي. بالنسبه للاخبار الخاصه ب قرعه كاس مصر الجديد دور 32 يوم 19 هتكون القرعة الساعة الثانية 10 ظهرا يعني. طيب حد يقول لنا طب القديم هنعمل فيها؟ قال لك لسه مش عارف، لكن هم مش قادرين ياخدوا القرار لان هيبقى في غرامات على اتحاد الكورة من قبل الشركة الراعية لكأس مصر. النادي الأهلي طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيستعجل الفيفا في صرف مكافأة ميدالية البرونزية المركز الثالث في كأس العالم للأندية. وفي النهاية كل التوفيق للنادي الأهلي، شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.